عز الجنان اللي داير في العالم كله والنيتو وروسيا واوكرانيا وجنون عصام الشوالي، في واحد الناس كلها مقلقه منه، واللي بتعمله روسيا وكل النوش ده بالنسبه له ازازت لنا. ايه ده؟ مين ده؟ المعلم كيم يونغ، عين اعيان مجانين كوكب الارض. اهلا وسهلا الشمالية. دولة منعزلة عن العالم، مساحتها حوالي 120 ألف كيلو متر مربع، وانعزالها ده مش بس بالأسوار والحدود اللي صعبة على أي مواطن يخرج منها، لأ، انعزالها ده جاي في حاجة ممكن ما تتخيلهاش زي التقويم. يعني أم تلاقي لا إلا الله في العالم كله ماشية بالتقويم الميلادي، وكوريا ماشية لوحدها بالتقويم الزوجي. أسمع عنه إيه اللي ظهر بعديه؟ عصر فرق الجمعية. أما التلفزيون فهو عبارة عن 3 قنوات بس، والحكومة هي اللي بتتحكم فيهم، مش استبداد ولا حاجة لا سمح الله. وبالمناسبة في قانون مفروض في كوريا على الاباء اللي بيسمحوا لعيالهم بمشاهده اي محتوى متعلق بالتلفزيون الكوري الجنوبي، والعقوبه ممكن توصل للسجن 15 سنه في معسكرات الاعمال الشاقه. جرائم حرام، ما تضربنا بالطيران احسن. وخليني اقول لك ان كوريا الشماليه من البلاد اللي ما فيهاش زحمه مريه خالص ولا اشارات مرور اصلا، والناس هناك بيقضوها على رجليهم او على عجل، واللي معاه عربيات بس هم الناس صحاب الرئيس الكوري او اعضاء الحزب الحاكم. سيبك من الناس دي كلها، تعالى نركب تاكسي. استغفر الله العظيم، مش عارف الكلمه دي طلعت من بوقي ازاي. اما بقى لو انت كوري واخوك مسافر السعوديه وعايزه يجيب لك عده رايقه بكاميرا، فالعده دي مش هتخش. ايه ساعات الباشا ماليش السقاله بتاعتك دي؟ انا بتغلس علينا كده في ايه؟ لان ممنوع اي جهاز فيه واي فاي او بلوتوث او كاميرا يخش من المطار. يا سيدي احسن من ما فيش بصراحه، ما فيش احسن. ومش بعيد كمان يقبضوا عليك انت واخوك، ولكن ما تقلقش. اعترضني من اسمي ده؟ انت كده وانت كده، لان اخوك اصلا مش مسموح له يسافر، لان في كوريا الشماليه ممنوع اي حد يسافر بره غير البعثات الاولمبيه وبعض الاشخاص اللي معروف ولا للحزب الحاكم. الخطم ده ما يتخدش الا من خلال انا سعاده البعثة. كوريا في البداية كانت بلد واحدة وكانت خاضعة لسيطرة اليابان، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وفي 9 سبتمبر سنة 48 اتقسمت كوريا لمنطقتين، كوريا الشمالية ودي اللي خدها الاتحاد السوفيتي، وكوريا الجنوبية ودي اللي خدتها امريكا. وطبعا كده دلوقتي مش محتاج اقول لك ليه في عداوه وانعزال بين كوريا الشماليه والجنوبيه لحد وقتنا هذا. الخلافات والعداوه وصلت لحرب بين البلدين في 1950 لما غزت كوريا الشماليه جارتها الجنوبيه، وفضلت الحرب مستمره 3 سنين، ولحد دلوقتي رسميا هم في حاله حرب عشان ما فيش بينهم اي معاهده سلام اصلا. ولكن ما هو سبب الخلاف؟ الله اعلم. في الفترة اللي مسك فيها السوفييت كوريا الشمالية، دربوا أشخاص عشان يكونوا كوادر لتطبيق سياساتهم في البلاد وعشان يرسخوا الفكر الاشتراكي، عشان يخش ملاها الاشتراكية في وشه على طول. وكان من ضمن الناس دي الجد كيم إل سونج اللي حكم البلد من سنة 48 لحد سنة 94 لما توفى، واتنقلت من بعده السلطة لابنه كيم جونج إيل اللي مسك السلطة لمدة 17 سنة. بعدها بقى جه ابنه الدكتاتور الكيوت ده كيم جونج اون اللي تم اعلانه رئيس لكوريا الشماليه في 2011، واتجمع حوالي مليون شخص في العاصمه بيونج يانج عشان يسمعوا الخبر ده. الناس كانوا بيعتبروا كيم دايما خليفه لابوه. عبيط ده ولا ايه؟ عبيط ايه؟ ده شكل ابوه غبي زيه. واول ما مسك السلطه في 2011 كان شايف ان التفوق العسكري مش حكر على الغرب، وركز كل مجهوده في تطوير البرنامج النووي. هو ده بقى اللي هيقعد لهم هناك وهيوريهم الويل. وده طبعا ورط كوريا الشماليه في عقوبات كتير بتفرض على الولايات المتحدة. وفي طريقه لتطوير البرنامج النووي قام بتغيير وزراء دفاع اكتر من قصات الشعر اللي عملها. يعني انت بتتكلم في 6 اشخاص مثلا غيرهم من ساعة ما مسك الحكم، ولكن كويس انها بتيجي على التغيير بس، لان على حسب موقع يو اس نيوز فكيم اعدم اكتر من 140 شخص من كبار المسؤولين. وبمناسبة الاعدامات دي، فانت هتقابل دايما اخبار اعدامات كذب، زي انه اعدم وزير التعليم بسبب انه نام في اجتماع رسمي، وده حسب تقرير نشرته وسائل الاعلام في كوريا الجنوبية. غير انه اعدم وزير الدفاع هيون يونج عن طريق صاروخ مضاد للطيارات ادى لتفتيت جسمه بسبب انه نام خلال عرض عسكري حضره الرئيس. كل ده وغيره من الاخبار الخزعبلية اللي بيتم ربطها بكم على اساس انه مجنون. هو مجنون بس الاعدامات دي ما حصلتش، وكانت تقارير متفبركة طلعتها كوريا الجنوبية. كذاب، اسمع اللي بقولك عليه.
العزلة عن العالم اللي فيها كوريا خلت فيه أساطير متكونة عن كيم الله أعلم إيه صحتها، يعني بيتقال إن كيم قدر يزرع في دماغ المواطنين الكوريين معتقدات عجيبة جدا ومعتقدين كأنه والد، زي إنه بدأ يتكلم في الأسبوع الثامن من ولادته وبدأ يسوق عربيات وهو عنده 3 سنين، وكمان أول حاجة سقها كانت دبابة، يعني مش 128 مثلا ولا حتى فيسبا. لا أنت بتعرفنيش بالسواقة. ده غير إنه هو عنده 9 سنين قدر يكسب سباق بالمراكب الشراعية. وعشان أزيدك من الشعر بيت، فكل المواطنين في كوريا مؤمنين بأنه ما بيعملش حمام خالص يعني، وده عشان يجسد نفسه في صورة الإنسان المقدس. تحافظ الشتايم بكوريا ولا عشان هبدأ أشتم؟ بس برضو مش عايزين نظلم الراجل ونقول إنه هو ديكتاتور ولا مستبد، لأنه ساب لشعبه مطلق الحرية في إنهم يختاروا قصة شعرهم من بين 15 قصة هو اللي محددهم، واللي بيعمل شعره بره القصات دي بيتعاقب بتهمة مخالفة النظام ومحاولة استقطاب أفكار ونمط حياة رأسمالي. يعني تخيل تغير قصتك تلبس في قضية أمن وطني. احنا ده ظلم؟ احنا ده. وكمان ممنوع في كوريا لبس أي بنطلون جينز، وده لأن لبس الجينز بيعبر عن هيمنة أمريكا على شكل المواطن الكوري، ولذلك مش مسموح غير بلبس البناطيل القماش. يا عم حلوة يا رحراحة، يعني يا ريت في ظرف دقيقة كله يقلع. صحيح، بالمناسبة قبل ما أنسى، أي حد بيتقفش بيسمع موسيقى أجنبية أو بيحاول يظبط التلفزيون أو الراديو على أي بس أجنبي ممكن يتسجن. ممكن إيه؟ هو هيتسجن يعني؟ هتشرف السجن، هتشرف السجن. وبالرجوع ل 2018 فصرح كيم إنه لازم يسحق الثقافة البرجوازية الرجعية بمنع أي حاجة من العالم الخارجي عن كوريا، ولكن من كتر حب الرئيس كيم في لعبة السلة فقرر إن هو يسيبها ويغير قوانين اللعبة جوه الدوري الكوري الشمالي للسلة. والتغييرات كانت كالآتي: الإسلام دانك بثلاث نقط مش بنقطتين. حلو، وفرنا يا سيدي. والأهداف من داخل المنطقة في آخر ثلاث دقايق بتتحسب بثمان نقط. اللي وفرناه صرفناه. وأخيرا لو ضيعت ثلاث رميات ورا بعض هتتعدم. مهزر، بيتخصم منك نقطة. ولكن بعيدا عن كل ده، في سؤال مهم هنا: يا ترى كوريا الشمالية بتجيب فلوس منين طالما هي دولة بالانعزال ده كله؟ كوريا ليها حليف وهي الصين، اللي بتستورد منها اغلب صادراتها اللي وصلت لفترة من الفترات ل 70%، غير المساعدات الدولية من روسيا والصين والأمم المتحدة. كمان هناك في قانون غريب بيمنع الأجانب من استخدام العملة الوطنية للبلاد، تقدر تتعامل باليورو او الدولار او اليوان الصيني، انما مش بالعملة المحلية، وده طبعا عشان يقدر يلم عملات أجنبية كتير وسط العقوبات الاقتصادية اللي بتعملها الدول الأوروبية وأمريكا على كوريا. هيطلع لي واحد فلوطة يقول لي: هو في سياح يعني بيروحوا هناك بعد اللي انت قلته ده؟ يا حبيبي، في سياح بيروحوا هناك، ممكن تكون واضحة أكتر، ولكن بيلتزموا بأماكن معينة ومخصصة عشان يزوروها. بعد ما استعرضنا كل ده، حابب بس افعل وضع المؤامره في نفوخك واقولك: تفتكر ان احنا ظالمين الراجل الكيوت ده؟ للاسف الناس فهماني غلط. هل ممكن تكون اغلب المعلومات اللي وصلت لنا عنه وعن دولته المنعزله الامريكان هم اللي مفبركينها؟ مشكلتكم انكم بتصدقوا كلامهم عشان يشوهوا صورتهم بما انهم ضد سياساتهم. لكن انا في الحقيقه انسان طيب. ولكن لحد ما نتأكد، عايزين منك تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان اول ما نعرف نقولك، وكمان عشان ما نبعتكش في اقرب طيارة لكوريا الشمالية تقعد هناك ذليل من غير نت.